أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد بساعته الأخيرة بمطبخ يوم جديد، يعني وصفات لذيذة وشهية ومنوعة مع الشيف علا فراح. ونحن طالعين لايف على صفحتنا على الفيسبوك، بنحب نقرأ تعليقاتكم ومشاركتكم من خلال مطبخ يوم جديد. صباحك بالخير كوتش. صباح أنا اليوم صباح الفل، كيفك شخ؟ تمام الحمد لله، كيفك يعني أنت؟ سعد صباحك. ألوان كتير حلوة شف اليوم. اليوم هيك بدنا نطلع ألوان حلوة بفصل الربيع. أكيد وأكيد رح تكون لذيذة. أكيد إن شاء الله تعالى. صباح الخير على كل المشاهدين الأعزاء، يسعد صباح الكل. إيش شف بدنا نبلش؟ بدنا نبلش باللي هو صحون الدجاج. يلا ناخذ مقاديرها إذا إذا تكرمتم مخرجنا معاذ. يلا ننتقل إلى المقادير. تحط ليهم على الشاشة الكبيرة بس كمان. بدنا أقماع الدجاج، بدنا دجاج مقطع مكعبات صغيرة، بدنا بصل مفروم، بدنا ذرة، فليفلة ملونة مفرومة، بدنا جبنة موزاريلا، كريمة سائلة، خبز تورتيلا، وصفار بيض مع الحليب، سمسم، بودرة الثوم، وملح وفلفل أسود. إن شاء الله نبلش في الوصفة. أول خطوة حطيت الزبدة، راح أنزل عليها الدجاج الزدورة المفرومة وأقلبهم مع بعض. تمام، نصبح على ملك أم محمد العدوان، نحكي له صباح الخير عم تتابعنا. يلا بدي أقلبهم مع بعض لغاية ما يستوي الدجاج. أوكي. وبدي أضيف عليهم طبعاً البهارات. هلأ هاي الوصفة بقدر أنا أعملها بأكثر من طريقة، يعني بقدر حتى سندويشات كاملة إني أنا أعملها، مو شرط أعملها أقماع أو أكواب. نقدر أو نقدر بخبزة بتورتيلا الكبيرة بالفرن، حتى خبز الفينو كمان، خبز البرجر. أوكي. كل شيء مزبوط يعني إذا نسموها. أكيد. رح هلأ فوق الدجاج بدي أضيف إيش نضيف؟ الملح والفلفل الأسود. نصبح على صبا المناصير أيضا. يلا حبيبي بدنا نحط ملح من الكسيح. ملح الكسيح طبعا، بنشكر الكسيح دائما منتجاته متواجدة في مطبخ يوم جديد بجميع المنتجات الموجودة لدينا وهي عديدة ومنوعة. وأكيد ما بننسى نشكر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية اللي فيها أيضا تنوع بالعديد من المنتجات والمواد الغذائية. حطيت بودرة الثوم، ملح وفلفل أسود وشوية بودرة مرقة الدجاج وهي اختياري. حاضر. وهلا برضه رح أرجع أقلبهم مع بعض. بتبلش هلا الروائح مع الزبدة تطلع شهية. صحيح. إيمان فراح منصبح عليها وبنحكي لها صباح الخير. أم رماس المهيرات منصبح عليها وبنحكي لها صباح الخير. تمام. رح أعلي شوي أوكي. الغاز. لازم الدجاج معي تمام علي. لازم الدجاج معي هيك يصير زي في لزقة خفيفة. أوكي. أو تلزيقة خفيفة نقول. تمام. بقاعدة المقلب. تمام. هاي الزكاوي طبعاً. تمام. أم المجد منصبح عليها بنحكي لها صباح الخير، يسعد قلبك ملك حبيبة قلبي. وصدام أبو سليم بصبح علينا، فريال القصراوي يا صباح الفل، والياسمين، وإحنا وأنا اشتقت لكم كلكم. حركها هاي. أوكي. هيك تقريبا أتوقع استوى معنا الدجاج. يلا. طبعا هنعمل له تيست نتأكد استوى أو لا. هنضغط شوي عليه. هيو لاحظي على السريع. وهيك بيكون تقريبا استوى. رح أطلعه من المقلة. أوكي. بتقدروا هي اللي التلزيقة هاي اللي بتكون كمان كتير زاكية بصراحة. في أسكة بتعطيها هيك هيك. في نكهة غريبة. صح. قرشة قرشة كده. أم مالك السعودي بنصبح عليها ونحكي لها صباح الخير. أم يامن و فوريلا زريقات نحكي لها صباح الخير فيوريلا. وخالد العتيبي من السعودية احنا منصبح عليك ومنصبح على كل حبايبنا بالسعودية. وأيضا منصبح على شيرة نحكي لها صباح الخير، وأم رامي كنعان نحكي لها صباح الخير. صباح الفل للجميع. أكيد. هلا انا راح اضيف الدجاج هون، ضفته بالصحن. ليه طلعته؟ لاني بدي اخلي البصل شوي يعطيني هيك انه يطرى. لو ضفته فوق الدجاج على طول ما راح اخذ هيك شوي التحمير اللي بدي اياها. فطلعت الدجاج وضفت البصل. بقدر اضيف له شويه زبده هلا بس مش بحاجه. شويه زبده ولا بصير بصير عادي بس هي موجوده. راح اضيف شويه زبده. اوكي تمام. واقلبهم مع بعض.
ترى انا الوصفات اللي فيها بصل وتومه كثير بحبها. زاكي زاكي كثير كثير عن جد. البصل هون اللي بيحب يضيف تومه بيقدر يضيف عادي، انا مش ضايفه. بس بيقدر يضيفوا توم باودر او بودره. والله كل السيدات شاطرين، كل وحده سبحان الله عندها نكهه خاصه فيها في اكلها. بتعرفي شوف علا، هلا مثلا انت بتطبخي وانا بطبخ وزميلتنا هي بتطبخ، نفس الطبخه كل وحده نفسها على الطبخه، الطبخه شكل عن جد. كل وحده بتختلف. نجاح عودي بنصبح عليها، أمل حماد حبيبة قلبي صباح الخير، أم عادل، فراح منصبح عليها وبنحكي لها صباح الخير، أم رامي، ووجدان جوابرة يا صباح الفل. يلا شوف هلا طبعا بدي بعد البصلة ما تدبلت بدي أنزل عليها الفليفلة الملونة، نخل نضيفهم كلهم لونها حلو زي ما قلنا ألوان الربيع صح. والفليفل الأورانج حتى لو مو متوفر عند ست البيت إنه فليفل لون واحد اللي هي اللون الأخضر عادي كفاية صح. بس إحنا حبينا هيك نعمل تشكيلة ألوان صحيح، بس إنه لو لون عادي تمام. منصبح على ربا وحبيبتي حبيبتي فيوريلا، منصبح على أم عادل و صح الزبدة بتعطي يعني نكهة أكثر أسكر صحيح. اوكي ناديه محمد حبيبه قلبي، وام عبد الله الخطاب يا صباح الورد والفل والياسمين. ناديه محمد احنا كثير مبسوطه انك بتتابعي يوم جديد من زمان كثير، يعني دائما كل برامج التلفزيون الاردني بنحب انكم تتابعوها. ام رامي كنعان، تقم هيداك، ام خالد الفراهيد، وايمان الخلايفه يا صباح الفل، وشكرا شيف وداد دعابس كمان شكرا لك، كل الحب لك انت كمان فريال حبيبي قلبي. آشر هلا بدي ارجع الدجاج اللي انا سويته من الاول على كل المقادير. اوكي ام راشد يسعد صباحك حبيبتي، وبسام البشتاوي، وايضا ابتهال الترتير من فلسطين حبيبه قلبي. زي ما تشوف الالوان كثير حلوه وبتفتح النفس كثير. خلينا نضيف هلا الكريمه اللي انت بتحبيها لاحظت. انا ايشي كريمه كثير زاكي، هي والله كثير زاكي، والله حلو طبيخ كله زاكي كريمه. والله ليه بقول لك سبحان الله اللي نفسه حلو بيطلع اكله زاكي وحتى انت مع السعاده بتحسي الاكل زاكي صح. لما تكوني مبسوطه وهيك ان شاء الله الله يبسط الجميع حبيبتي يا رب. وراح نضيف هلا اللي هي الجبنه الموزاريلا. بنفع شوف نحط معها مثلا تشيدر، بنقدر نحط بصير نخلط البارميزان البارميزان لانها شوي بتكون ماسكه صعب تدوب. اوكي بس بتدوب هي بس انه بدها اكثر وقت، الموزاريلا بتدوب اسرع والتشيدر كثير كمان زاكي صح. طبعا هلا راح اتركها تغلي وبدي انزل الذره اخر شيء. يا سلام ناديه محب تحكي انا ست بيت وبطبخ، كل الستات بيوتنا بطبخوا كلهم شاطرين زاكي كلهم ما شاء الله شاطرين. بتعرفوا كمان انا قديش بعجب بالسيدات اللي بيفتحوا مطابخ انتاجيه من منازلهم حتى يعني يساعدوا ازواجهن، يساعدوا العيله اللي هم فيها، هذا شيء كثير حلو. ستاتنا الاردنيات نفسهم على الطبيخ بشهي، فكل ست جد بوجه لها تحية، كل ست عم تطبخ وعم تنتج منتجات غذائية من منازلها، يعطيكم العافية جميعا. هلا لاحظي كاتيا المنظر خطير ما تقولي جدا شوي. لو هلا حتشوف الجبنة بتبلش هلا تدوب كمان طبعا. شوي هلا بس نشوف بلشت تمط بالضبط، نشوف هي بلشت شوي بس بدها كمان شوي هي دابت فعليا، بس مع كمية الكريمة بقدر نضيف لها بدي ازود لها عشان اوكي. هيا قواقزة صباح الفل، ريحانة فلسطين حبيبة قلبي يا صباح الفل، أم علاء بتحكي لابنها بتبارك له بمناسبة زفافه بفلسطين، فمبروك لكم وإن شاء الله يا ربي الفرح دائما ببيوتكم عامر يا رب. وحبيبة قلبي ملك، أم يامن، أم فراس بتصبح علينا، مراد السواعير، أسيد الطويسي، وأم قيس ملكاوي حبيبة قلبي. يلا هلا بلشت تمط غير شكل. بدها تمط هلا بس برضه كمان شوي يعني شكلنا بس شكله بدوب هذا الغاز حامي ممتاز تمام. بس هي هيك صارت تمام. لازم لما انا بدي ابلش احشي فيها سواء خبز تورتيلا او سواء خبز حمام اي شيء لازم تكون الحشوه بارده
مش لازم تكون سخنة. لا لانه بتطري الخبزه فما بتضلها كرانشي ابدا، فبتصير الخبزه طريه. هلا انا بفضل اني يعني تعملوها لو قبل بيوم، ترى هي زاكي حتى هي اساسا تعتبر من المقبلات البارده، فمو شرط اني انا احطها لايك امورنا تمام. انا هاي المطه مش لاقيها، مش عارفه ليش. خلص مش مشكله، مش مستخدم الموزاريلا، بستخدم شيء ثاني. لا لا طيب هلا عندي طريقتين تقديم. أول طريقة رح أجيب الخبز وبدي أقطعه بهذا الشكل. بحاول إنه يكونوا كلياتهم نفس الحجم، طبعاً الأطراف ما رح تزبط معي لأنها ما بتقعد. نعمل بعمل شيء تاني. أكيد ممكن أشويها، أحطها على وجه سلطة. وإحنا عم ناكل هلا بنمسح فيها آخر. عن جد أيوه هي هاي. راح أجيب كاسة صغيرة اللي هي زي هذا الحجم الصغيرة. شو راح أسوي؟ راح أضغط بقاعدتها جوا الخبزة بحيث إني أعمل زي بهذا الشكل اللي هي هيك هون. أوكي تمام زي هيك. راح أعملهم كلياتهم، بس بدكم تختاروا إنه كاسة تكون قاعدتها صغيرة. كاسة الشاي. كاسة الشاي. هلأ بدنا نحطهم بالصينية بهذا الشكل. أرتبهم. أنا عندي الحشوة لأني مجهزتها من قبل. هي باردة شوي هنا معاي. تمام. هيها باردة. أم راشد بتحكي ما في أحلى من مطبخ البيت. طبعا مطبخ البيت هذا لما تكوني قاعدة بتحكي كل اللي صار معك طول النهار. فنجان قهوة راح. يلا والجرس. هلأ بدنا نحطهم الدجاج اللي هو بارد جوا الحشوة. تمام. فاطمة الناصر صباح الخير، وعبير مزايدة بتحكي صباح الفل يسعد صباحك، حنان سليمان يسعد صباحك ويسعد قلبك حبيبتي، وأيضا أم راشد من صبحك بالخير، وأم صفوان يا صباح الفل. هيك تقريبا حشيناهم. أم عائشة الزهراء من الجزائر صبحك بالخير. يلا شيف أنا أسفة. لا عادي حبيبتي. هلأ بدنا نحط عليهم الجبنة الموزاريلا على الوجه. هاي بهاي الطريقة رح يكونوا معناته أنهم داخلين الفرن. طبعا. فقط على الشواية، يعني أنا ما بدي كلياتها تتحمر الخبزة. طبعا. لا بدي بس الجبنة تسيح على وجه الخبزة. تمام. ريم حماد من أمريكا بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، يسعد قلبك يا نادية، وأم صفوان بتبارك لابنها بكتب كتابه ألف مبروك. يلا هيك بدهم يفوتوا معي الفرن على الشواي. ممكن اعطيهم رشه اوريجانو. يا عم ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله لسه والله بدي اكل اوريجانو. ام غسان القرامسه صباح الفل. موسى بنصبح عليك من السعوديه يسعد صباحك ويسعد قلبك، وفواز العوامره يا صباح الفل، وبنصبح على حنان عبد الرحمن ام شادي من العقبه بتحكي لنا الاجواء جميله. اكيد هلا بتكون بالعقبه غير شكل وتغريد. بتجنن هالالعاب دافيه. يلا هلا عندي بخبز التورتيا لي طريقه ثانيه ممكن انه حسب المتوفر، يعني بنقول احنا دائما الخبز اللي هو الفينو متوفر في كل مكان، بس صار هلا على فكره خبز التورتيه بكل السوبر ماركت. بجيب اي قطاعه عندي، كاسه صحن، بس انه بدي شيء اضغط عليه بالقطاعه. هيك بهذا الشكل. انا بحس عرخان بتحكم اكثر ولا بطل فيه. هذا الشكل حتكون معي. أوكي. الخبزة بختار صينية كب كيك. ليه؟ لأني أنا بدي أعملها زي الصحن، يعني هيك ما رح أستفيد منها، فبختار صينية كب كيك زي هاي. هيها بجيب الخبزة وبحطها بصينية الكب كيك بهذا الشكل وبضغط عليها، بصير أضغط عليها بأطراف أصابعي حتى إنها هي تعمل معي زي هيك زي صحن. زي شكل الصحن. بدون ما تحطي عليها مثلا بازيلا او حمص مثلا عشان لا هذيك اللي بنحط عليها البازيلا والحمص عجينه التارت. أوكي. ليه؟ لاني انا ما بدخلها الفرن ممكن تنفخ، وانا أوكي. بدي اياها فعليا تكون تعطيني مجال للحشوه. تمام. فالتارت تمام. اللي بحط فيها بدي اعمل خليط تلميع. غيداء بدران يسعد صباحك، وفاء القرعان، خالد العتيبي، اسيد ريم وشريفه
وثائر عربياتي. صبحك بالخير حبيبة قلبي يا ثائرة، وجه لها تحية من سيداتنا أيضا اللي بيشتغلوا على حالهم، بيشتغلوا على مجتمعهم كمان، وأيضا أم عادل ونادية. شو بدنا نعمل هلأ؟ هلأ بدنا نعمل خليط التلميع اللي هو أنا بدي ألمع الخبزة قبل ما أنا أدخلها الفرن. أعطيني إياها. رح أضيف صفار بيض، لأنه صفار البيض بيعطي صفار. فوق صفار البيض رح أضيف شوية حليب سائل. حتى هذا خليط التلميع بنفع لكل أنواع المعجنات. خليني بس جيب هاي. أوكي. سحر رجم، صباح الورد، أم عبد الله، أبو نصار، وأيضا ذكرها توقع هيك الاسم، صبح عليها. أم زماري من ألمانيا بتتابعنا، صباح الخير ستي. وأيضا رانيا تحكي لنا صباح الخير وبتصبح علينا وبتتابعنا. الله يسعد صباح الكل. إيش حطينا هون؟ كريمة. حطينا حليب وصفار بيضة. هذه الخلطة أو خليط التلميع اسمه بينفع لكل أنواع المعجنات، مش بس إنه خبز التورتية، لا لكل أنواع المعجنات. بدي أجيب طبعا الفرشاي. أوكي. أم قصي العجارمة بتصبح علينا، وأيضا فاطمة يا صباح الفل، عبير صباح الورد حبيبتي. بدي أضيف هذا الخليط بالصحون. قبل ما نحط فيه الحشوة. قبل، عشان بيعطيني لون حلو، وراح كمان حنزل عليه السمسم كمان. أوكي. عشان يكون هيك يعني قرشة السمسم خفيفة. طبعا زاكي ولذيذ جدا. والله كل شيء مع الصحة الحمد لله زاكي. الحمد لله كل شيء يا ربي. الله يا ربي يتم على الجميع الصحة. آمين آمين يا رب. هي هيك. محمد أبو نجم يا صباح الفل، أم شيماء يسعد صباحك حبيبتي، وحنين هدهود صباح الفل، أم جميل من فلسطين، وخولة سنيان صباح الورد. أوكي. أنا ضفت السمسم، مش محمص السمسم طبعا، أبيض لأنه رح يتحمص معي بالفرن. أوكي. ورح أدخلهم كمان على الفرن. قبل ما نحشيهم. قبل. أوكي. لأني بدي أطلعهم إنهم هم ولا مش مضوي هو؟ هلا مضوي. يلا هيو ضوا. تمام. بدي الشواية أظني. بس أنا مجهزة الصحون حيكونوا مثل هيك كاتيا. أوكي. هاي هون. أوكي. هدول جاهزين. هاي الصحون هيك. أوكي. بيكونوا شكلهم، وهي قرشتهم طبعا متماسكين. هاي حطيت لك شواية الشكل. ما ننسى. تمام حبيبتي. أوكي. بهذا الشكل حيكون معاي الصحن. راح أجيب الحشوة وأضيفها جوا الصحن. كمان بقدر أستخدم عجينة الباف بيستري بهاي الوصفة. كتير زاكي عجينة الباف بيستري فيها. نبقى نعمل على فكرة وصفات تانية بعجينة الباف بيستري. أنا بتعرف الباف بيستري بحبها كمان بأم علي. أم علي بتشهي. يا الله خلاص أنا حاملك المرجع أم علي. كتير زاكي. كتير زاكي. أم بلقيس يا صباح الفل. وايضا عبد الله، عبد الله هلا الطباخي، بنصبح عليها وبنحكي لها صباح الفل. فاطمه بتحكي لك دائما وصفاتك بتجنن وزاكي حبيبتي. الله يسعدك يا فاطمه. علي بصبح علينا وبحكي لنا يا صباح الفل. هلا بهاي الطريقه بقدر اقدمهم. عندي طريقه التزيين، اني انا بجيب جبنه سائله بحطها بكيس تزيين وبحطها هيك على الوجه، بحط مثلا عرق شبات، عرق نعنع، وبقدر اني انا احطها على الطاوله. صح. او طاوله التقديم. بامكاني بطريقه تانية اني انا اجيب خبزه تورتيه كامله ما قصيتها طبعا، بحط شويه مايونيز، الحشوه، جبنه موزاريلا، والفها زي هيك. هاي كثير زاك. وبحطها على الغاز على الوجهين او بالفرن. بزبط. وبقطعها يا دوائر يا اما هيك بالنص. بصير يعني عندي اكثر من طريقه اني انا اعمل فيها حشوه الدجاج اللي انا عملتها. أكيد. وأم قيس الزواهري، وأيضا نادية حبيبة قلبي، وأسيد يسعد قلبك، شكرا جزيلا. تمام. يعني وصفة لذيذة ونقدر نعملها بالبيت ودمها خفيف بكيفوا عليها، وألوان، ويعني بنقدر نعملها بأكثر من طريقة. الشيف عطتنا إن كان بخبز الحمام أو التورتيلا، أو مثلا حتى بالخبز التورتيلا الكامل. بتقدروا كمان تزيدوا عليها أصبع معكروني، كل أموركم بتصير تمام. خلينا ننتقل لفاصل. شيف تسمحي لنا؟ أكيد. لا نطلع لفاصل ونعود ليوم جديد، خليكم معنا.
وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم بمطبخ يوم جديد. يعني بتعرفون أنا بالفاصلة متذوقة، يعني حتى الزملاء هيك تنمروا علي شوي، بس للأمانة جد زاكي، وزاكي حتى تاكلوه مع الشيبس كمان، يعني كتير الحشوة زاكي وطعمها زاكي. بس الشيف علا عطتنا فكرة هلا كمان إنه منقدم الحشوة بالتورتيلا أو بخبز التورتيلا اللي حطيناه مثلا بالفرن، وهي ريحته انحرق أنا نسيناها. حلو نحط عليه الجبنة السائلة، صح شيف؟ أها الجبنة السائلة للتزيين. مين مع أنس ولا مع مين بياخذ لي إياها؟ يلا يلا نشوف الاحتراف بالتزيين. يلا نشوف. ها يلا يلا ها شايفة بنحطها هيك بجبنة سائلة. وما أبدعتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا بدي أفوت عالم الطهي، شايفين؟ لا بصراحة أبدعتي أبدعتي، ولتكون أجمد شوي كمان تضلها ماسكة هي الجبنة. بفضل هلا الجبنة هاي السائلة أنواع. في أنواع أجمد من أنواع، يعني عندنا هذا النوع شوي على مرق، لكن لو اخترنا نوع جامد أكثر تطلع معانا شكل الفورمة أرتب على أحلاها الصحن بتشهر، يعني ما أقول ما أحلاها لأنه أنت عاملاها أكيد. يا الله الله يرضى عليكم. يلا نفوت بالوصفة الثانية. يلا سلطة الشيبس طبعا هون. هلا هلا بدنا نعمل اي وحده؟ سلطة الشيبس. يلا سلطة الشيبس اللي راح عملت لنا اياها الشيف علا فرح. يلا مقاديرها معاذ لو سمحت. يلا لسلطة الشيبس اللي بدنا نعملها بدنا جزر مبشور، بدنا ملفوف احمر مقطع شرائح، بدنا كمان ذره، خس، فاصوليا حمراء، زيتون اسود، مايونيز او رانش، صوص الرانش البيضه الموجوده. اوكي تمام بس والله. هي سهله انت ملاحظه انه اليوم الوصفات كلها ربيعيه وسريعه. وسريعه بتعرفي حتى بالرحلات بتزبط اللي بده يطلع رحله. بس اهم شيء انه اعملها بتعرفي انها بتزبط قبل بيوم، وحتى لو حطيتي عليها الصوص قبل بيوم اسكى واسكى، وبتخلي والله وبتخليها مبرده بالثلاجه، لانه انا ما عندي شغلات كتير تدبل. ممكن اني انا اخلي الخس هو بس الوحيد باخر اضافه، بس الباقيين مش كتير رح يطروا معي. طب يعني بتشبه سلطه المعكرونه. اول خطوه طبعا بدي انزل الخس، طبعا هون ببين الست المعدله كيف فرمها بده يكون بالخس، فرمات نعمات. خلينا نضيفه كله. شفت تحبي احط لك هذا هون ولا وين؟ تمام هيك. حلو. هون الجزر المبشور، انا كثير بحب الجزر وبحب لونه، زاكي ومفيد شف. وبحب لونه هيك على اي شيء، يعني لونه رائع. وبضيف طبعا الذره اكيد. أوكي. والزيتون الأسود. يا سلام الألوان خطيرة كتير مش شوي. الملفوف الأحمر جد لوحة، الألوان ربيعية جدا. هاي لازم نطلع وين ناكلها؟ برا بالحديقة. عن جد لازم بالحديقة. طبعا أنا هاي الشغلات كلها مبارح اشتريتها من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. نعم والله هي المؤسسة شهادتنا فيها مجروحة للأمانة. والله والله يعني إني اشتريت كتير شغلات أنا بدور عليها دائما، وكل الأصناف وكل المنتجات وكلها عالية الجودة، وهذا الإشي اللي بيميز المؤسسة الاستهلاكية. يعني اشتريت الرانش السيزر كلياته الأشياء من المؤسسة. هلا رح أبلش أقلبها، ودائما أنا صراحة بالذات السلطات اللي بتكون فيها خشونة بالفرن بحب بإيدي هيك أقلبها أكتر. هي بحس الايد احن على ال ما هلا هاي ممكن انه هيك تكسر لي وتعصر لي زي الذره، بس بالايد يعني هيك احلى واحن. اوكي السلطات دائما بتكون على كل سفره لازم، اول شغله مفيده كلها فوائد فيتامينات معادن وزاكيه، وبتفتح النفس على الاكل، وبنفس الوقت للي عامل دايت ممكن انها تشبعه. طب شف بنقدر نغير هون الرانش او المايونيز بلبن رايب؟ بقدر احط لبن رايب. أوكي. مع شويه صغيره خل. وممكن احط شويه مايونيز لايت، ممكن خالد قليل الدسم او قليل الدسم، وممكن اني انا لبن لحاله مع شويه خل كمان زاكي بزبط. وملح رشه. أوكي. ملح هيك صارت عندي تقريبا جاهزه. تقريبا جاهزه. حاسه انه بدها شويه موف. صح. بعدين أنا اليوم مختارة كمان الألوان اللي شوي تلبق مع بعض، يعني عاملة تشيز كيك كمان بلوبري لونه موف. شفته والله كمان هذا بشاهي. هيك بيكونوا لابقين مع بعض. يا رح أضيف عليهم هلأ
الرانش أو المايونيز أو اللبن حسب ما أنا بحب، بس هدول متوفرين بالمؤسسة وأسعارهم كتير حلوة. صح، لطيف. الرانش والصوصات متوفرة، والله مبارح احترت إنه إيش بدي أخذ، فهدول برافو. متوفرين. برافو. ومايونيز سوري. نهى بتحكي قلبنا فرفح من هالألوان، أم بلقيس بتصبح علينا، فخامة المملكة بتصبح علينا، زهرة عبد بتحكي وصفات اليوم مميزة وجميلة، حبيبتي أم عمر يسعد صباحك، عصام محمد الزيود يسعد قلبكم جميعا وأنت بكل خير، أم ضياء يا صباح الورد. شف هينا منقلب قاعدين. المايونيز ما بنحط عليها لا ملح ولا فلفل ولا إشي. المايونيز مالح شوي صغيرة مرات بتحسيه، بس بدها بدها يعني إنه إذا كترت كثير ممكن يعطيني ملوحة، بس أكيد لا غنى عن ملح الكسيح. طبعا راح أضيف شوي. بتحسي ملح الكسيح ناعم وبملح بمقدار مضبوط. يعني والله فعلا في مرات بنجيب الملح بتلاقي بدك تحط كثير حتى يملح. لا ما شاء الله بيملح ولونه حلو ونعومته حلوه. وحتى مش كمان في كمان الهملايا كمان عندهم نوعيه جيده للامانه، ملح الهملايا اللي هو الملح الزهري اللي بنشوفه بالاسواق جيد نوعيته. وما بننسى جد المؤسسه اللي فيها كل هذه المنتجات، انا شخصيا بعرف قديش مؤسسه الاستهلاكيه العسكريه بتعبوا بنوعيه الجوده، جوده منتجاتنا ما شاء الله. ان كان المحليه او العربيه او وين ما كانت هذه المنتجات بيجيبوها وبحطوها على جوده عاليه، ودائما في عندهم تفتيش بشكل مستمر للانتباه ومعرفه جوده حتى ما يوجد على الرفوف. يعني مش بس بيجيبوا لكم منتج بحطوا لك اياه على الرف، لما يحطوا لك اياه على الرف بشيكوا انه جودته على الرف كمان مستمره بنفس الجوده اللي طلوها من العبه وحطوها. فتحيه للمؤسسه الاستهلاكيه العسكريه وجميع العاملين بها. انا حتى وانا بتمشى امبارح يعني باروقه المؤسسه كانوا كتير إنه شباب إنه مهتمين بتاريخ الإنتاج، قاعدين بيقرأوا رفرف. هاي فقلت ما شاء الله كتير كتير حبيت والله. هلا بدي أنزل السلطة جوا صحن التقديم. ال دائما بفضل تكون السلطة يعني طالعة لفوق، بحسها أجمل من إني أنا هيك أفردها بصراحة. فبدي أحطها بهذا الشكل. تمام هيك. يا سلام الألوان كيف. تركي عبيدات يا صباح الخير، إلهام الرواس صباح الفل، حنان عجلين يسعد قلبك، و سبيتشلس صباح الخير. غريب الاسم مش عارف سبيتشلس. أوكي، ونادية يسعدك حبيبتي. أوكي هلأ حطيناها بالجاط. أوكي بدي هلأ بنظفه بفاينة. وبدي أعدل شوي فيه. نعم بدي هلا ابلش احط الشيبس. اوكي ام شادي حتام ليسعد صباحك، وعصام الزيود يسعد صباحك. يلا الشيبس بقدر اني انا احطه بطريقتين. أوكي. بفتفت شوي على الوجه وبحط المثلثات على الاطراف. حلو هيك بطلع انه شكله كتير حلو. بس بختار الحبه اللي هي مش مكسره. راح ابدا احطها على الاطراف. اوكي هذا الشكل. خذي حبيبتي يسلم إيديك. أنا أكثر إشي لما بيكون عندي مناسبة بعد أطلع على الصحون، لازم كل صحن تلوين قبل ما نطلعه إنه نمسحه نتأكد إن الطراف. هاي الشغلات تكون كثير حلوة إن شاء الله. يعني أكبر الفنادق وأكبر المطاعم الخمس ستار الفايف ستارز أو الهيك بيهتموا في كل هاي تفاصيل كثير مهمة. هاي إحنا كله بنعمله كله عنا، هاي تفاصيل جدا طبعاً مهمة طبعا ما شاء الله عليكم جد. أوكي فاتن السحوري صبحك بالخير، بنحكي لك صباح الخير. أحلام العتوم يسعد صباحك حبيبة قلبي، وبتحكي أحلى شوف بالعالم. رولا أبو دهب ومصبح عليها وبنحكي لها صباح الخير. حكولنا شو طبخين اليوم. هاي الطبخات يعملوها خاصة الأولاد بيحبوا كتير السندويشات، فأتوقع إنه ولو عملوها حتى بالخبز المتوفر عندهم كمان زاكي. صح أم فرح قطيشات صبحك بالخير حبيبة قلبي. أم فرح قطيشات ونجاح عودي وأم علاء كنعان وأم رامي كنعان صبح عليهم وبنحكي لهم صباح الخير. طيب. ما شاء الله عليهم صباح الفل على النشيطين. طبعاً بصحوا بكير لأنه في ناس هلأ لسه نايمة، إحنا بنحب النشيطين بصراحة. السوسن السوداء وكمان زاكي تمسكوا من هذا الشبس تحطوا بالخلطة. هلأ رح نكسره زي هيك وأحطه كمان هيك. أوكي حلو على الوجه شوي. ممكن كمان احط كم حبه زيتون. كم حبه زيتون، الزيتون هربت هيك شوي.
اللي انا اظهرهم، لانه الاسود بيعطي جماليه كمان للصحن. صح، بحبوه الصغار كمان والله. وهيك صار صحن جاهز. منى الاعرج بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير كمان، واحنا بنصبح عليها وبنحكي لها صباح الفل. طيب ام احمد برضو بتصبح علينا. طيب نحطه على التقديم. تحطه عنك. اوكي ناخذ مقادير وصفه التشيز كيك قبل ما نشوف تحط الاكله وتيجي. اوكي تشيز كيك البلو بيري، بدنا جبنه كريميه، بدنا ملعقه كبيره ونصف جيلاتين، بدنا كوب ونص كريمه، بدنا كوب سكر بودره الكسيح او سوري كوب سكر بودره من الكسيح، ربع كوب بلو بيري، بدنا بسكوت دايجستيف، بدنا اصبع زبده بس. اوكي بس سهله كثير سهله. عاد مرات بناخذ كثير مقادير. تقدري حتى انه تختصري من التشيز كيك كثير شغلات وتعمليها بالحليب المكثف المحلى. بزبط؟ بزبط. اوكي ودائما التشيز كيك انا بختار منه شغلتين، بقدر المالح سوري المخبوز احوله لبارد والبارد احوله لمخبوز للتشيز كيك. أوكي. هلا انا رح اعمل التشيز كيك شوي انه ما رح ابلش بالزبده والبسكوت قاعده، لا المره هاي بدنا نغير، رح نخلي اول شغله خليط التشيز كيك، وبعد خليط التشيز كيك رح احط بالعكس لاني مستخدمه قالب سيليكون، هذا القالب اللي رح استخدمه بالوصفه. فحتقولوا لي هذا القالب طب كيف بده يطلع منه التشيز كيك؟ انا رح اجمده تجميد كامل بالفريزر، وبعد ما اطلعه من الفريزر بفكه على طول، يعني ما بستنى عليه دقيقة أو دقيقتين، لا، ليه؟ لأنه إذا فكيته وهو مو متجمد رح هيك يعطيني زي برغل شوي. أوكي. فعلى طول وهو متجمد بفكه. أوكي. جبنة كريمية، الجبنة الكريمية عندنا كتير أنواع، عندنا المكعبات، عندنا العلب الصغيرة، هاي هالجبنة الكريمية، وبخليها بدرجة حرارة المطبخ فوق الجبنة الكريمية. رح أضيف عليها سكر بودرة الكسيح. أقرب لك شوي المقادير لهون. وبدنا ننقع الجيلاتين. كتير إجتني أسئلة عن الجيلاتين، يعني السيدات بقولوا لي إنهم يعني ما بيعرفوا كيف الجيلاتين يستخدموه. الجيلاتين نوعين، جيلاتين بودرة وجيلاتين شرائح. أنا رح أستخدم بهاي الحلقة البودرة، والمرة الجاي حنجيب الشرائح. لازم الجيلاتين أنقعه بمي من الحنفية، مش بنقعه بمي بتلقى سخنة ومغلية، لا مي من الحنفية. رح أنقعه هلأ بس ينتقع معاي، رح تحسوا إنه رح يمسك ببعض، فحيصير هيك زي كتلة واحدة. هيو هاي هو، طلعوا كيف بلش معاي يتقل، هلا بمسك ببعض. كمان مره شف. تمام، انا ضفت الجيلاتين البودره، ضفت عليه مي من درجه حراره المطبخ، يعني مي عادي من يعني حراره الحنفيه. بتلاحظوا انه بلش يمسك ببعض، هيو هيك بعد ما حركته راح اتركه، بعدين بدخله بالمايكرويف 12 ثانيه ل 15 ثانيه وبضيفه على طول فوق التشيز كيك. ننزل سكر بودره الكسيح وراح ابلش اخلطهم مع بعض. تركي عبيدات صبحك بالخير. محمد ابو نجم بيحكي انا برنامجكم سبب استيقاظي مبكرا، شكرا جزيلا. شريفه حبيبتي وصفات لذيذه وشهيه، نهايه القران، يسعد قلبك. طيب هلا حطينا السكر. السكر مع الجبنة. السكر راح يخلي لي الجبنه طريه. اوكي يعني لاحظي كيف بلشت تطرى، كانت ماسكه مع بعض. لا بلشت تطرى الجبنه. بقدر أنا أستخدم الويسك، وبقدر طبعاً أستخدم الماكينة. أوه. بس أنا عشان ما بدي أدوشك شفتي استخدمت. تمام. هلأ هيك داوموا معي. طبعاً الماكينات أسرع وبتعطي نعومة أكتر. رح أضيف عليها الكريمة السائلة. الكريمة السائلة بدها خفة. كريمة حلويات أكيد. ورح أحركهم مع بعض لغاية ما كلياتهم يتجانسوا معي. طبعاً الكريمة بدي أحرك أكتر لأنه بدها خفق، بدها الماكينة عشان تنفخ. حتى زي ما بيحكي أنا هنا معتمدة على الجيلاتين. أوكي إذا بتلاحظي أنا اخترت كمية جيلاتين معلقة ونص، وبقدر أحط معلقتين كبار.
طب أنا لو بدي أعمل نفس الوصفة بس بكسات شو بدي أعمل؟ مش كتير بحط جيلاتين. ليه؟ الكاسة أنت بتاكليها وما بتفكيها من قالب أو ما بتقطعيها، فبتضل لو ضلت طرية صح. ما في مشكلة. هلأ هيك صارت جاهزة، شوفي الكريمة ها. كتير لذيذة. أوكي. والقوام زي ما أنتوا شايفين ناعم. اجينا للبلوبري وللقشطة. هلأ القشطة أنا بعتبرها اختياري، لكن بالتشيز كيك كتير زاكة، وبقدر بدل القشطة أحط حليب مكثف محلى. وصفات التشيز كيك كتير متعددة، يعني كتير في وصفات، وكل مرة إحنا يعني زي بقولها باجتهادنا الشخصي منجرب منشوف أنو الأسكى ومنضيفه. يعني الحليب المكثف المحلى هتستغربي كتير كمان زاكي، ومرة ونقدر نعمله الحليب مرة بالتشيز. تعرفي إنه الحليب المكثف المحلى بنقدر نعمله مخبوز كمان؟ بنخبز. أنا عملتها وصفة رح نبقى نعملها إن شاء الله تعالى. هلأ عندي هون البلوبري. البلوبري عندي جاهز، اللي هو الحشوة الجاهزة. ما عندي بلوبري عادي ما بضيف، مو ضروري. بقدر أجيب فراولة، بقدر أحط فراولة على الغاز مع سكر ومي وعادي، ما عندي أي مشكلة، بس تبرد بحطها. أي شيء متوفر حطي. بتيجي مثلا سيدات بقولك طب إحنا ما عندنا جيلاتين. اوكي ما عندك جيلاتين، احنا بنحطه على يعني كملي على الجيلاتين. انا اذا هي ما عندها سيده البيت جيلاتين عادي بجيب علبتين جيلو من السوبر ماركت اللي جنب البيت، بجيب علبتين جيلو وهدول علبتين الجيلو هم باكيتين حيكونوا، لكن راح اعاملهم معامله الباكيت الواحد. يعني الباكيتين عاده الطريقه العاديه انه كوبين مي مغليه كوبين مي بارده، لا انا بالتشيز كيك راح اعملهم معامله الباكيت، كوب مي مغليه وكوب مي بارده واضيفهم هون. اوكي يعني اذا كان بدنا نحل باكيت جيلو واحد بالضبط واحد، بس هم باكيتين عشان اخذ تماسك اعلى. اوكي شريك بعمل هاي الطريقه تمام. هلا المايكروويف لازم، هلا لاحظوا الجيلاتين هيو شوفوا قد ايه مسك صار بهاي مسك ببعضه، صار قطعة واحدة. هلأ بهاي الحالة رح أدخل الجيلاتين على الميكروويف 12 ل 13 ثانية. في مجال لو سمحتي؟ أكيد طبعا حبيبتي. تمام. بعدين شوف احنا متعودين على التشيز كيك يكون التوبينج مثلا الستروبري او البلوبري او الريزبري، فانت حطيتين بجوا اليوم. انا بقدر اني انا بحالتي هلا انا حطيت جوا تقريبا 3 ل 4 معالق كبار بخلي الباقي على الوجه، يعني بخليه لون واحد. أوكي. فبصير عندي موف خفيف تحت وموف كتير كبير فوق. وبدنا اذا في مجال كمان نسيح تفرجيهم بس كيف بصير لو سمحتي. هيك بصير الجيلاتين معانا كتير سائل ساخن صح؟ لا لا بيكون كتير ساخن معانا منضيفه وسائل زي ما انتم شايفينه سائل وساخن. احط لو سمحتي. هلا منضيف الجيلاتين ومنحرك. قديش احط لك عليها الزيت؟ كمان تقريبا 12 ثانية زي ما انتم شايفين صار معاي القوام سلس. طيب وهيك دوبت. نحن سريعا شيف بدل معنا دقيقتين احنا تقريبا خلصنا. اوكي نحن موجود معنا الجاهز معاد هي هون. معنا جاهز زي ما انتم شايفين. التزيين انا اخترت الورد المحمدي ونزلته هيك تنزيل خفيف عليه. حلو. بدي اضيق هلا انا اخترت هذا القالب السيليكون، انتم بتقدروا تحطوا بقالب تشيز كيك عادي. راح انزل الخليط بالقالب. اوكي هذا الشكل. وبعد ما اضيف بعد ما اضيفه للتشيز كيك بدي اعمل بالقالب شوي هيك حتى اني اتاكد انه وصل كل الجهات. هنا الزبده راح اضيفها على البسكوت. خليني بس اجيب بولي اكبر، ما لقيت بولي اصغر من هاي. كله بمشي بالغرب يا شيخ. راح اضيف إذا بتلاحظوا أنا مو مكترة كتير يعني زبدة، كمية زبدة كتير كبيرة. راح أجهزها. شيف بدي تحطي رش ولا بدي تضغطي؟ بدي أضغط وضغطة خفيفة بس خليني أوزع كويس. يلا طب خليني أنهي عبين هم بياخدوا لأنه انتهى وقت برنامجنا. يعطيك العافية شيف. بقديش لازم نحطه بالفريزر؟ راح يضل لتاني يوم. أوكي نحطه لتاني يوم بنحط عليه وبعدين بفك القالب على طول وبقدمه وبزينه بالطريقه اللي بدي اياها. يعطيك العافيه شكرا. الله يعافيك يا حبيبتي. يعني وصفات لذيذه وشهيه ومنوعه كالعاده. يعطيك العافيه. تسلمي لي كلك ذوق حبيبتي.
ونحن نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من يوم جديد. يعني زي ما شفنا العديد من الوصفات كانت في الساعة الأخيرة، وكالعادة ضيوف أعزاء منوعين بأفكار ومواضيع منوعة ومختلفة. بدي أشكركم جزيل الشكر، وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى لكم بقية نهار رائع وممتع، ودائما تفائلوا بأن القادم أجمل مهما تأخر. إلى اللقاء.